صباح النور، اش اخباركم؟ صافا كل شيء مزيان ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شو صرات؟ صافي اليوم انا نشيطه اختي، ما عرفتش شنو واقع ليا اليوم. فايقه عشت الصباح ناس مع الجوج، كنحس براسي هي هذيك، ما عرفتش علاش. المفروض نكون دايخه، يلا راجع للدار مشينا نتقدوا انا والحاجه مع صحيبتي. هذه يا صحيبتي نهيلة، كتقول لي نهيلة ما كنشوفوش مع صحاباتك بزاف، مع البنات بزاف. انا صحيبتي كنجلسو نجمعو نجلسو حتى للربعة د الصباح، وحنايا تنقرقبو في النام. والصراحة ماشي يلاه يلاه، دابا واحد العامين رجعت مصاحبة مع ماما. في الاول ما كنتش مصاحبة معاها، يعني في الاول كنت كان ما في عقل ياك الحاجة. الله يصيب بنتي، الله يصيب، الله يصيب، الله يهديكم. صباح الخير البنات، كديرين بنتي؟ بخير، اموركم مزيان، كل شيء بخير. ايوا الله يهديكم والله يرضي عليكم والله يصايب ليكم. والبنيوتات خصهم يتصنطوا لمواتهم قبل كل واحد، حنتي الام ما عمرها تتبغي لوليداتها شي حاجه خايبه، وما عمر الام تتبغي ولادها يكونوا قل من الناس. ديما هي تبغي ولادها يكونوا حسن منها وحسن من الناس. خص الوليدات يعتبروا بهذا الشيء ويعرفوه ويديروا بهم فوق راسهم وباهم كذلك. والله يرضي عليكم والله يصايب لكم يا بنتي. وسيرتو البنيوتات خصهم يكونوا يتصاحبوا مع امهم، هم هي الاولى قبل اي صاحبه. انا ما انا ماشي من نوعي تنقول البنات ما يتصاحبوش، لا بالعكس، ديروا صحابات ديروا صديقات ديروا، ولكن الام تتكون هي الصديقه وهي الصاحبه وهي الاولى، وهي الشوار ديالها والكلام ديالها. حنتي الام كيف ما بغات تكون، تيكون عندها تجربه وتتكون عارفه بكل شيء وتتكون عارفه الزين من الخايب. حنتي كملي الحاجه. وبناتي حنتي هذا الوقت بنتي الاصدقاء، حنا ما تنقولوا، حنا الاولين تنبغيو اصدقاء بالدوار وتنبغيو صحابات تنفرغوا عليهم، ولكن راه ما بقاش. من رحم ربي وحده في المية اللي تتلقاي قلبك على ديالها. وما دابا الانسان تصاحبي مع امك وتصاحبي مع راسك، راسك بالدوار. والله القسم انا هذه تجربتي، راسي بالدوار تنخبي انا على راسي شي حاجه ما تنبغيش نبينها لراسي، مع راسي مع راسي. كذلك حنتي الانسان امك هي الشيء، خص امك تكون هي كلامك وهي شوارك وهي ساروتك وهي كل حاجه. حنتي امك ما عمرها تبغي لك شي حاجه خايبه. انا بغيت نجيك من الاخر، ورضا ربي برضا من بعد ما هي الاولى، من بعد ربي الام، ومن بعدها راه كاين الاب كاين الخوت كاين لا فامي كاين الاصدقاء كاين الصديقات. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، وتصنتوا لميماتكم وتهلاو فيهم وخذوا رضاتهم وكونوا على يقين ما عمركم. بعدا راضيه عليا انا راضيه عليك دنيا واخره بنتي، الله يصايب لك الله يصايب. الغزالات فنت الوردات، اخباركم؟ صافا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ميرسي بوكو على لي ميساج ديالكم، فرحتوني وفرحتو ماما حتى هي، وبكيتوها مسكينه.